تعال هون، تعال. أنا؟ لكن أنا، تعال هون. مين حضرتك؟ جنائية. هويتك. هوي. سمنان ما؟ ما راح أخطبك، هويتك. نسيانة بالبيت. حلو، نسيانة بالبيت، اطلع بالسيارة. ما بعرف سوق. ما عم بقول لك شان تسوق. انزلوا طالعوا. لك يا أخي ليش يطالعوني؟ شو عامل أنا؟ لك طولوا بالكم، أنا مواطن ومحمي بهي البلد. أنا محلى. طالعوا غصب عنه. لك بطلع. تعال تعال انت، تعال تعال هون، تعال. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا. لا تقول لي بريء هالمره. شو بريء ومتهم؟ انا كل قصتي ماشي بلا هويه، وقفوني. ما احلاك تحكي قبل ما وليد يعمل لك اللازم ويرفعك فلقه. مصدرتك مرقه عنا. يا اخي قولوا لي شو التهمه مشان اعترف فيها قبل ما وليد يعني يعملنا فلقه. يلا غشم حالك وقل لي كنت ماشي صدفه بموقع مكان الجريمه الساعه 1 بالليل. طيب بشو احلف لك اني كنت مارق صدفة بمكان وقوع الجريمة الساعة 1 بالليل؟ بيتك وين والشارع وين؟ شو كنت عم تعمل الساعة 1 بالليل هنيك؟ بيت اخي هنيك، واسألوا اذا مو مصدقين. طبعا بدك تلاقي فتوى، يا كنت عم بيت اخوك يا عند رفيقك، يا الله اعلم. عم اقول لك اذا مو مصدق اسأل. ايه ما بدي اسأل. يا وليد! هذا الزيدي! سوقه! هذا الزيدي! لحظة! لك انا مواطن شريف يا جماعة، مواطن محمي بهالبلد وإلي حقوق، ولائحه حقوق الانسان هيك بتنص. مبين الشرف عم يزرب من كعاب رجليك. إيه ما في شهر صرتوا مشرفينا كذا مرة انت وافراد عائلتك الكريمة. سوقه! امشي! لحظة، ما بسمح لك تحكي على بيت النايحة. امشي! انا ما بنسى، بمشي لحالي. امشي! ايدك! خلعت لي ايدي. ايدك! امشي! سؤال سيد وليد، شلون البلدية لهلا ما هدوا لك الطابق الثاني؟ ما هدوا لي، ما فيهم هدوا لي. فوت. اهلا اهلا معلم. شو شايف رحت ورجعت بسرعة؟ كنت قول راجع، كنا وصيناك على كم غرض. سد حلاك ولا؟ امرك معلم. قوم ساوي شاي. على عيني. غفي! وانت دير وشك لهني. امرك معلم. قال دوري قال. اجا الأنايرة اخي. حسام، حسام قوم امي، قوم حسام. اجا؟ لا لسه ما اجا. قوموا روحوا دوروا عليه. امي وين نروح ندور عليه هلا بنصاص الليالي؟ روحوا لعند عمك منصور، قولوا له أبوكم راح لبيت عمك أبو زهير ولهلا ما رجع. بيت عمي منصور بعيد من هون وما في سرافيز شغالة لهلا. معي 75 ليرة، بتروحوا بالتاكسي. قوم أمي قوم. إذا بتاكسي منروح، فيي على قلبي ما أغسل وشي. علاء. هاتي بوسة. علاء. بس بوسة. قوموا لا. رضاكي أمي بوسة من إيدك؟ خير أمي. خير عمو. مساء الخيرات عمو. ابي طلع لعند بيت عمي ابو زهير ولهلا ما رجع على البيت. ماشي، فوتوا فوتوا فوتوا. عمي انا وين بقدر نام؟ بتقدر تنام؟ بتفوت بتنام مطرحي. لك شلون جايك نوم وابوك مو مبين له اثر لهلا؟ وين بده يروح يعني؟ شو اول مره قريب يختفي؟ لا فوتوا فوت، روح نام، روح. خلاص محلول الشغله، انت الثاني كمان فوت نام، انا بروح بدور عليه لحالي. يعني قولتك عمي ما حدا بيعتب علينا اذا نمنا هلا؟ لك مين بيعتب عليك؟ روح بنوش احسن ما حدا حكفر لك سنانك. روح بنوش. اسمع على خير. يعدمني اياكم كل بيت النايحة، ما في غير انا. استلم. خير. طالع وين ولا؟ شو جرمك انت؟ سميح خراس. امرك معلم. خراس. على عيني. ممكن اعود على الارض ولا؟ شو عامل؟ ماني عامل شيء، مارقين بحاله الحواره
مسكونا الشرطه قال صاير سرقه هنيك. معك هويه لا ما معي؟ صبرك بصبري انت، انا كمان صار معي هيك، والاخ نفس الشيء. ليش حضرتك مو نزيل دائم؟ لا انا اتردد احيانا على القاوش بتهم مختلفه انا وكل افراد عيلتي. سميح. نعم معلم. قوم اجلي. لك اخي. محسوبك سعيد الأنايرة. والنعم. منا. تعال هون تعال. تعال هون جيبو. خير سيدي شو في؟ هويتك. هويتي سيدي لسه ما طلع لي، ما طلع لي هوية. والله نكت يا. سيدي أنا طلعت من البيت مستعجل فنسيت الهوية. اطلع السيارة. سيدي على شو بدي أحلف لك إنه أول مرة بنسى. اطلع بالسيارة، اطلع بالعقل إن شاء الله. أنت شو بيقربك سعيد النايحة؟ سعيد؟ سعيد النايحة؟ سعيد النايحة؟ سعيد هذا أخي من أمي وأبي. والسبع تنكات؟ أنتوا معكم واحد آدمي من بيت النايحة؟ عفوا سيدي، نحن مشهود إلنا بالأدب والأخلاق، ما بتصدق روح أسأل؟ من غير ما أسأل! أنا ما صار لي هون شهر، صرت متعرف على كل العيلة، كبار وصغار، نسوان ورجال، يا وليد! لا سيدي! يا أمي! شو؟ حاضر سيدي! أكلوا! مرشي! مرشي! أخي! أنا! أنا ولا؟ شو جرما؟ سميح. نعم معلم. خراس. سعيد اخي سعيد منصور. منصور حبيبي. لك شو جابك لهون؟ كنت عم دور على حضرتك، انت اللي شو جابك لهون؟ كنت ببيت اخوك ابو زهير عم حل مشكله، عفطوني بالرجعه ما معي هويه. لك شو صاير هني؟ لك مسروق محل. لا تعيط علي هون، لا تعيط علي. وعلى اي اساس عم يقشونا كلنا؟ على اساس انه المجرم بيحوم حول مكان الجريمه، عرفت شلون؟ ايه تفضل تفضل منصور. ولا قوم ساوي قهوه. حاضر. حيو النايحه حيو. اخي اشتبه فيهم. حاضر. انت شفت وشهم منيح انت؟ شفت وش واحد منهم، والتانيين كان عتم وكانوا بعاد، ما قدرت شوفهم منيح. وانت شو كنت عم تعمل بالمحل بالليل؟ سيدي كنت نسيان الشنتاية وراء المحل كلهم فيها. مشيت فيها. هوت 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 هوت. ما في ضرب سيدي. قوم لشوف، طلع لي في واحد من بيناتهم اللي شفته. حاضر سيدي حاضر. أكيد سيدي ولا واحد من هون. كنت تقلن وين هويتك؟ بركي بيجيبوا لك ياها. شو مفكر رح يجيبوا لي ياها هيك لالله؟
ما رح يسألوني ليش شلحوك ياها ووين وشو كنت عم تعمل. فوت حالي بدوامي إلى أول ما لآخر. وإمتى بدك تجيبها؟ لحتى ندبر 50,000. وإذا ما تدبر وشو بدك تعمل؟ ما في قدامي غير إني روح على الموعد وأترجاهن يمددوني. من هون لكم يوم إذا ما تدبرت معك الأمور بدي روح لعند أخي وأطلب منه مصاري. لا لا ها، لعند أخوكي ما بتخطي من أولها. صرنا 20 سنة ما احتجناه بفرنك. ما بدي إياه يسلنا. نسيتي شو قال لما تشوزنا؟ حكى كتير. عن شو عم تحكي أنت؟ نسيتي لما قالك إنه أختي مو كل يوم والتاني تجوا لعندي تطلبوا مصاري على أساس أنا واحد شحاد وأندبوري؟ بيكون نسي الموضوع. هلأ أولادنا صاروا شباب. لا ما نسي، ما نسي. لاطيلك مشان يزلنا. فاقوا الأولاد؟ سلوى نايمة والشباب عند منصور. لهلأ ما أجوا؟ هلأ شوي تانية بيجوا، بيكونوا فاقوا هلأ. شو على بالهم؟ هن وياكي. أنا رايح على الشغل. بدك شي؟ سلامتك. أنت ناقصك شي جيب لك يا معي المثل لما أرجع؟ ليش معك مصاري؟ اليوم أول درس خصوصي، بركي عطونا. جمانة إذا عطوك شي لا تبعزقيهم، بدنا نفك أسر الهوية. كلهم 500 ليرة، ما بيساووا شي. لك يا عيني 500 من هون و500 من هنيك و500 من هديك الناح و500 من رابع جهة، يعني بيسندوا معنا. كم بحصة بيسندوا جرة.